التواصل يستمر، الانطلاقات تستمر مشاهدينا متابعينا الكرام. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا الحادي عشر الذي خصص للإبكار الإذاعة. نتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والمنطلقة في هذه اللحظات، شوط ما قبل خاتمة أشواطنا في صباح هذا اليوم. يحمل انطلاقات سن الإذاعة، أتقدم مباشرة مع الأسماء المنطلقة والمتقدمة. البيداء على المركز الأول لاسمه الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان، علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي. من يتابع البيداء على المركز الأول؟ المرة على المركز الثاني لاسمه الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان وأحمد بن حميد ليديلي في المتابعة. العزرة على المركز الثالث لاسمه الشيخ راشد بن سعود المعلى، طارش بن راشد بن طارش المسافري في المتابعة. والمركز الرابع عديمة الواصلة على المركز الرابع لاسمه الشيخ خليفة بن دياب بن سيف آل نهيان، الصادق فضل الأمين في المتابعة. المركز الخامس هذه الصعبة القادمة لاسمه الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، علي سعيد بن مبارك الوهيبي في المتابعة. من يتابع الصعبة على المركز الخامس؟ سادس المراكز، المركز السادس هذه انتصار الواصل، انتصار لسمو الشيخ محمد بن دياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في المتابعة. والقادمة الحاكمة لسمو الشيخ محمد بن سعود بن راشد بن أحمد المعلى عيسى بن خلفان بالشاوي الأغفلي في المتابعة. وفراع المركز التاسع، المركز التاسع هذه القادمة فراح لاسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راهد المكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع في المتابعة. وعاشرا الشاهينية لهجنة العاصفة تنطلق في هذه اللحظات بمتابعة غياث الهلالي. هكذا هي النتيجة، هكذا نتيجتنا وندانا الأول ما بعد انطلاقة هذه الأسماء والشعارات على أرضية هذا الميدان. شوط ما يحمل انطلاقة الإبكار، يحمل تحديات الإبكار وما قبل خاتمة أشواطنا في صباح هذا اليوم. نعود إلى الصدارة والمقدمة، عودة إلى المراكز الأولى، والعزرة اللي غيرت. العزرة على المركز الأول لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، طارش بن راشد بن طارش المسافري. من يتابع العزرة على المركز الأول؟ المركز الثاني، المركز الثاني البيداء القادمة لاسمه الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان، يتابع علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي. من الجانب الآخر عديمة القادمة لاسمه الشيخ خليفة بن دياب بن سيف آل نهيان، الصادق فضل الأمين في المتابعة. المركز الرابع المرة، هذه المرة القادمة في هذه اللحظات تعود ملكيتها لاسمه الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان، يتابعها في عملية التضمير والتدريب أحمد بن حميد بن محمد ليديلي في المتابعة. المركز الخامس، وصلنا مع المركز الخامس وتقدم من الصعبة في هذه اللحظات لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، سعيد بن مبارك الوهيبي في المتابعة. من يتابع الصعبة في هذه اللحظة على المركز الخامس؟ خمس مراكز في هذه اللحظات وأسماء انطلقت مع الكادر العلوي وانفردت عن بقية المراكز. نتابع المجموعة الثانية في هذه اللحظات بعد مغادرتنا للوحة 2 كيلومتر. هذه انتصار، انتصار لسمو الشيخ محمد بن دياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في المتابعة. وفراح الواصلة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على المركز السابع، ويتابعها في عملية التضمير والتدريب
طارش بن مبارك بالقوبع. نتابع الشاهينية من هجنة العاصمة على المركز الثامن، الشاهينية الواصلة غياث الهلالي في المتابعة، والمركز التاسع القادمة الحاكمة لسمو الشيخ محمد بن سعود بن راشد بن أحمد المعلى وعيسى بن خلفان بالشاوية الغفلي. من يتابع ومن يقدم الحاكمة في هذه اللحظات ويقدم الحاكمة على المركز التاسع، هكذا هي النتيجة، هكذا النتيجة، والنداء يتجول مع هذه الأسماء والشعارات. ولكن نعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط، من قادة المسار عديمة على المركز الأول، قمة المسار تحمله عديمة على المركز الأول، ولكن اللي غيرت هذه الصعبة على المركز الأول، تفتتح الكيلو الأخير، ما تبقى عن خط النهاية كيلو واحد. نعم، وصعبة على المركز الأول لاسمه الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك ألوهيبي، يبغي النقطة الخامسة في هذه اللحظات لهذا الشعار، ينطلق على المركز الأول، يتقدم على الصدارة والمقدمة مع الصعبة على المركز الأول. المركز الثاني عديمة لاسمه الشيخ خليفة بن دياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في المتابعة، ثنائية بقيادة الصعبة في هذه اللحظات، بدأت تتقدم في هذه اللحظات مع هذا التقدم ما شاء الله، والتميز دائما مع هذه الانطلاقات، يوم الإذاع والإبداع والأربعمائة متر الأخيرة. الله، سعيد بن مبارك الوهيبي يخطف النقطة الخامسة في هذه اللحظات، وخطف التوقيت الأفضل مع هذا الشعار. تهانينا والناموس منذ هذه اللحظات لاسمه الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، السلامات عيناوية تحمل انطلاقة الصعبة وتحدي الصعبة على المركز الأول، الصعبة على الصدارة، ولكن القادمة في اللحظة الأخيرة عديمة والصعبة، ولكن الصعبة تؤكد النقطة الخامسة. المركز الثاني وصلت عديمة لاسمه الشيخ خليفة بن ذياب بن سيف آل نهيان. المركز الثالث أفراح لاسمه الشيخ مكتوم بن محمد برايد المكتوم هجن العاصمة على المركز الرابع والخامس، الوصول من شعار اسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الصعبة مؤكد النقطة الخامسة لهذا الشعار، ومع المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي 7 دقائق في الخمسة كيلومترات 50 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لاسمه الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، تهانينا والناموس لسعيد بن مبارك الوهيبي، تهانينا والناموس للجميع.